زين، اليوم أبل أطلقت معالج جديد اسمه M1 اللي هو راح يكون مطبق كامل لكل أجهزة أبل وخصوصاً لابتوبات ماك. دائماً تلاحظون باللابتوبات ماك أكو علامة مكتوبة يم الكيبورد اسمها إنتل. إنتل هو اللي كان يسوي البروسيسور سيستم لأبل، فتوقفت أن أبل تستخدمه. هو كان البروسيسور اللي كان يسوي لكل اللابتوبات اللي في العالم. أبل كانت معتمدة عليه لفترة طويلة، بس هواية واجهت مشاكل من ناحية البروسيسنج، فقررت أنها تصنع البروسيسور الجديد، المعالج هو M1 الجديد. واو، شنو هي المواصفات دياله؟ مواصفات انه هو يشتغل على سيستم اسمه ARM اللي هو مطابق لكل اجهزه ماك لابتوبس، وهو راح يكون اكثر شيء راح يوفر طاقه، وراح يكون الاستخدام الهيفي للاشياء المكثفه، وراح يكون البروسيسنج سيستم مالته كلش سلس اكثر من اللي قبله. غير هذا، قبل كانت ابل تعتمد على 3 شيبات. اوكي، الشيب الاول كان اللي هو CPU، اوكي، والشيب الثاني كان الجي بي يو اللي هو اللي يستخدم الجرافيك، والاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي. حلو، هسه وحده وكل هالصفات بشيب صغير يكون يستخدم بنفس الوقت، مصنع فقط لابل واللابتوبات مالته خصوصا ماك. اوكي. طيب محمد، اذا عملنا مقارنه بسيطه بين الجيل السابق حق كمبيوترات ماك اللي تشتغل بمعالجات انتل والاجهزه ماك الجديده اللي هي بمعالج اللي زي ما انت قلت اللي هي ابل ام 1، ايش الفرق بيناتهم؟ لا، الفرق بصراحه راح اقول لك انه البروسيسور الجديد ام 1 كلش افضل لللابتوبات الجديده. اولا من ناحيه السي بي يو راح يكون افضل ب يعني 3 أضعاف. أوه. وثانيا من ناحيه الجي بي يو اللي هو للجرافيك راح يكون افضل ب5 مرات. اما بالنسبه للاي اي فراح يكون افضل ب15 ضعف. وشغلة الـ AI هي لما أنت تشغل هواية برامج بنفس الوقت، هواية أحياناً تلقى أن اللابتوب يعلق، فتروح أنت للتاسك مانجر وتشوف الضغط وين بالضبط على أي برنامج، أي برنامج صح. بالضبط يستهلك شقد بالمية من الكمبيوتر. فشغلة الـ AI شنو؟ أنه هو يوزع كل المهام بالطريقة الصحيحة حتى الكمبيوتر يمشي بسلاسة، فصارت هاي أحسن ب15 ضعف. وغير هذا همينة البطارية، البطارية مؤيد صارت أن أكثر بضعف، يعني تقريباً 100%. فإذا أنت كان اللابتوب عندك يشتغل 8 ساعات صار يشتغل 16 ساعة، وهاي ميزة كلش حلوة. ممتازة. أوه. يعني كل العشاق الماك كانوا يعانون من هالشيء، خصوصاً لأن هواي ناس عندها المشكلة. اي شتي تواجهيها ها. اتوقع انتم كلكم بالاستوديو عندكم لابتوبات ماك اذا انا غلطان. لا، انا كنت استعمل شركه اخرى. تخاف تقول اسمها. اي ف وغير هذا همين الام 1 بالسي بي يو حطوا 8 كورز، 4 منهم للبروسيسور حتى يكون سلس، و4 منهم للمهام الثقيله. وهمين للفئه الثانيه اللي هي الجي بي يو للجرافيك همين اضافوا عليها 8 كورز اللي هي راح تساعد للفيديوهات اللي تعرفون اكو هوايه فيديوغرافرز ومنتجين افلام يستخدمون ترى الانتاج والمونتاج على اللابتوبات. صحيح. فالضغط يصير هوايه لما الفيديو مثلا يكون 4K. مؤيد، انا متاكد انت يوتيوبر وكنت تستخدم هالاشياء. بالضبط. فلما كنت تسوي اديت للفيديوهات كانت تتعلق. أكيد. أنا متأكد من هالشيء، خصوصا ما يمديك تستخدمه أصلا إلا لازم يتريحوا شوية بعدين ترجع له مرة ثانية. بالضبط. فهسه صار هذا الجي بي يو مركز للفيديوهات خصوصا اللي هي 4K، فهاي راح تساعد حل مشكلات كلش كبيرة لمستخدمين أبل اللي كانوا يستخدموها لفترة طويلة.